خانہ ودان مولانا حاضر امام ایمان دیدار نصیب کرے. شاہ کے دیدار کے پنجے کے لیے نزدیک آئیے خانہ ودان مولانا حاضر امام ایمان دیدار نصیب کرے. بسم اللہ. امر مخی صاحب. امر حاضر امام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سجدا وجهي اليك وتوكلت عليك منك قوتي وانت عصمتي يا رب العالمين اللهم صل على محمد المصطفى وعلى علي المرتضى وعلى الائمه الاطهار وعلى حجه الامر صاحب الزمان والعصر امامنا الحاضر الموجود مولانا شاه كريم الحسيني اللهم لك سجودي وطاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وكل شيء احصيناه في امام مبين. اللهم يا مولانا انت السلام ومنك السلام واليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذو الجلال والاكرام. اللهم يا مولانا منك مددي وعليك معتمدي اياك نعبد واياك نستعين يا علي بلطفك ادركني لا اله الا الله محمد رسول الله علي امير المؤمنين علي الله مولانا شاه كريم الحسيني الامام الهادر الموجود اللهم لك سجودي وطاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس لا اله الا الله الحي القيوم لا اله الا الله الملك الحق المبين لا اله الا الله الملك الحق اليقين لا اله الا الله مالك يوم الدين لا فتى الا علي لا سيف الا ذو الفقار توسل عند المصائب بمولاكم الحاضر الموجود شاه كريم الحسيني اللهم لك سجودي وطاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارزقنا وارحمنا بحق رسولك المقربين وائمتك المطهرين وبحق مولانا وإمامنا شاه كريم الحسيني اللهم لك سجودي وطاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وسهل امورنا وارزقنا وارحمنا انك على كل شيء قدير يا علي يا محمد يا محمد يا علي. فرمان يا علي يا محمد. 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 فرمان فرمان فرمان.
یا امام الزمان یا مولانا انت قوتی و انت سندی و علیک اتکالی یا حاضر یا موجود یا شاہ کریم الحسین انت الامام الحق المبین اللهم لك سجودی و طاعتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم بحق محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن والحسين. اللهم بحق مولانا علي مولانا الحسين مولانا زين العابدين مولانا محمد الباقر مولانا جعفر الصادق مولانا اسماعيل مولانا محمد ابن اسماعيل مولانا وفي احمد مولانا تقي محمد مولانا رضي الدين عبد الله مولانا محمد المهدي مولانا القائم مولانا المنصور مولانا المعز مولانا العزيز مولانا الحاكم بأمر الله مولانا الظاهر مولانا المستنصر بالله مولانا نزار مولانا الحادي مولانا المهتدي مولانا القاهر مولانا على ذكره السلام مولانا أعلى محمد مولانا جلال الدين حسن مولانا علاء الدين محمد مولانا ركن الدين خير شاه مولانا شمس الدين محمد مولانا قاسم شاه مولانا إسلام شاه مولانا محمد ابن اسلام شاه مولانا المستنصر بالله مولانا عبد السلام مولانا غريب مرزا مولانا ابي الزرع علي مولانا مراد مرزا مولانا ذي الفقار علي مولانا نور الدين علي مولانا خليل الله علي مولانا نزار مولانا السيد علي مولانا حسن علي مولانا قاسم علي مولانا ابي الحسن علي مولانا خليل الله علي مولانا شاه حسن علي مولانا شاه علي شاه مولانا سلطان محمد شاه. وبحق مولانا وامامنا الحاضر الموجود شاه كريم الحسين ارحمنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين. شاه جديدار شاه جديدار. اللهم لك سجودي وطاعتي. خانہ ودان مولانا حاضر امام ایمان دیدار نصیب کرے. علامریہ تسبیح پڑھیں امام زمان کے مبارک فرمان کی. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. یا وہاب یا وہاب یا وہاب. یا علی یا علی یا علی. اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد. علی اللہ. یا نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام گج جماعت کی کل مشکلات آسان کر. یا مولانا حاضر امام گج جماعت کے کل گناہ معاف کر. یا مولانا حاضر امام گج جماعت کی کل بلائیں آفتیں اور بیماریاں دفے کر. یا مولانا حاضر امام گج جماعت کی روزی کمائی میں برکت دے. یا مولانا حاضر امام گج جماعت کو دسون سکریت میں پورا رکھ. یا مولانا حاضر امام گج جماعت کے پشت پناہ بن. یا مولانا حاضر امام گج جماعت کے اخلاص اور محبت میں اضافہ کر. یا مولانا حاضر امام گج جماعت کو حقیقی سمجھ دے. یا مولانا حاضر امام گج جماعت پر رحم کر اور راضی ہو. یا مولانا حاضر امام گج جماعت کا ایمان آخری دم تک سلامت رکھ. یا مولانا حاضر امام گج جماعت کی کل نیک امیدیں پوری کر. یا مولانا حاضر امام تسبیح پڑھوانے والوں کی کل مشکلات آسان کر. یا مولانا حاضر امام ان کی کل بلائیں آفتیں
اور بیماریاں دفع کر. یا مولانا حاضر امام ان کی کل نیک امیدیں پوری کر. یا مولانا حاضر امام پاکستان کو ترقی اور آبادی دے. یا مولانا حاضر امام دنیا بھر کے اسماعیلیوں کو سکھی سلامت آباد رکھ. یا مولانا حاضر امام دنیا میں امن و امان قائم کر. یا مولانا حاضر امام گج جماعت کو اپنا ظاہری باطنی نورانی دیدار نصیب کر. یا نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام گج جماعت کی عرض وینتی گریا وزاری اپنے حضور پور نور میں قبول کر. علی اللہ تسبیح گریا وزاری کی وینتی کیش امر پٹھیا شاہ اپنے حضور میں قبول کر. نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ واشہد ان علی امیر المؤمنین علی اللہ مات کے ہے زندہ قائم پائے. خانہ ودان مولانا حاضر امام کہ جماعت کو سکھی سلامت آباد رکھے. ایمان دیدار نصیب کرے. روزی کمائی میں برکت دے. مولانا حاضر امام کہ جماعت کی کل نیک امیدیں پوری کرے. خانہ ودان خانہ ودان.